هي ترفع الراية. فتحت البوابات على بركة الله في ثالث أشواط هذه الأمسية على مسافة 1200 متر للخيال المتمرنين، تكافؤ من 0 إلى 80، عدم استخدام الصوت، جميع الدرجات، إنتاج السعودية بعمر 3 سنوات، 100,000 ريال، الانطلاقة السريعة لقصاد مع محمد شريمة من المسار الداخلي عبر المسار الخارجي، سمسة مع سلطان الميموني رقم 10 في ثالث المراكز، شعار الحب الفرس مع رائد الفيروز، وعبر المسار الخارجي شعار خالد العضياني مع محمد سليمان في رابع المراكز، حضور وتقدم إلى صدارة هذا الشوط. هنا رقم 1 قصاد يتقدم بشعار محمد القحطاني مع محمد شريمة، هنا المطاردة من قبل سمسة، ورقم 13 المستشيط مع خالد الدبيان إلى ثالث المراكز، هرب بالصدارة محمد مع قصاد إلى المركز الأول الذي قاده بأجمل أعداد. هنا قصاد يبدأ التقدم عبر المسار الخارجي، سمسة والدخول من بقية الأسماء، هنا أيضا يدمح مع عيسى القيضي بشعار التخيم، ولكن قصاد الأجمل والأكمل والأفضل على صاوة محمد الشريمة إلى خط النهاية من البداية إلى خط النهاية أولا. ما شاء الله تبارك الله، حضور لافت.